حنحكي ضمن مساحتنا عن موضوع فقر الدم المنشي. اللي سمعاني بهذا المرض ليلى؟ صحيح سمعانين فيه أكيد. يعني هو خلينا نقول بداية أنه موجود بشكل نسبي وهو أكيد من العوامل الوراثية سبب هذا المرض. هلأ إذا رجعنا للسبب الرئيسي بحدوثه ضمن الجسم فهو تغيير بيحدث ببروتين الهيموغلوبين. هذا البروتين هو خلينا نقول البروتين الأساسي اللي مسؤول عن نقل الأكسجين من الرئتين لباقي أنحاء الجسم. وقت بصير خلل ضمن هذا البروتين وقتها ممكن أن يصاب الشخص بمرض الدم المنجلي. نحكي أكثر عن الأعراض وال... صحيح رشا، هو فقر الدم المنجلي مو كتير من الناس اللي بتعرفه، هو بيختلف عن فقر الدم العادي. طبعا فقر الدم العادي كل الناس بتعرفه، ممكن أنه يتشابهوا ببعض الأعراض اللي هي الصداع وبرودة أطراف ووهن بشكل عام، خلينا نقول دوخة كمان. أما فقر الدم المنجلي مختلف في المضاعفات، مضاعفاته أحيانا ممكن أن تكون خطيرة على صحة الإنسان. لنحكي أكثر عن هذا المرض، عن أعراضه وأسبابه وطرق العلاج والوقاية منه. معنا الدكتور محمود صلاح الجمال، أخصائي تشخيص مخبري. يسعد صباحك دكتور. صباحك ياسر. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير حكيم وأهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن موضوع يعني ما كتير في ضوء عليه. يعني إحنا بنسمع كتير أنه شخص بأنه أنا دمي منجلي، أنا في فصول بعد عن أكلات معينة، ما بنعرف إذا إلى علاقة القصة مع بعض. بعض الأكلات ممكن تسبب فرق بيفرض دمه، يعني إذا نفس التشخيص. بداية خلينا نعرف عليه بشكل علمي، شو هو هذا المرض؟ بداية بالتعريف، إن الفقر دم المنجلي هو عبارة عن هيموغلوبين غير موجود في الدم الطبيعي والذي ينتج عنه هيموغلوبين S والذي له خاصية البلورة. عندما تقل نسبة الأكسجين في الدم فيتغير شكل الكرة الحمراء من الطبيعي الدائري المقعر السطحين إلى المنجلي، وبالتالي هذا التغيير يؤدي إلى انسداد في الأوعية الدموية الدقيقة. هلا هو وراثي حكيم؟ طبعا هو وراثي وينتقل كصفة جسمية متنحية مقهورة. طبعا يكثر مشاهدته في أمريكا وسط أفريقيا وهو واسع الانتشار في سوريا. وراثي أكثر من جهة الأم أو الأب؟ من الطرفين، لازم يكون في يعني كلا الطرفين حامل مورث للمرض بتكون موجودة عنده بينقل خلال. ولكن اليوم الطفل بيخلق اليوم عنده هاي الحالة يعني، أو ممكن فيما بعد يعني؟ إيه طبعا بيخلق، إذا كان حامل مورث من الأب والأم بيجي حامل وليس مصاب. طب دكتور خلينا نحكي أكثر عن العوامل المحرضة والمحفزة لهذا المرض. هلا لفقر الدم المنجلي نوعين، اما يكون حامل المرض والنوع الثاني يسمى بمرض كريات الدم المنجلي. حامل المرض لا يشكل فيه المصاب من اي مرض ولا تظهر عليه اي اعراض بشكل تام، حتى تكون التحاليل تكون طبيعيه، ولكن يكتشف اذا اجر له تحليلين. الاول تحليل انواع نسب الهيموغلوبين والذي يكون متواجد في الدم بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، والتحليل الثاني هو تحليل تغيير شكل الكرية الحمراء الذي يتغير من الطبيعي إلى المنجلي. من عوامله الإرهاق الشديد، ونحن نقصد عم نحكي عن أعراض حكيم؟ العوامل، من عوامله الإرهاق الشديد، نحن نقصد ممارسة الرياضة القاسية أو حالات التجفاف إذا تعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، والتلوث الجرثومي أو المسالك الهولية. هاي عم نحكي أسباب؟ هاي عوامل. عوامل محفزة لل. محفزة. من مضاعفات المرض تلف بنسجة العين، وقد يحدث تلف بنسجة الكلى وتقرحات الأطراف السفلية وفقر دم وانتصاب المؤلم عند الذكور. طب خلينا هيك شوي نفصل بالتفاصيل، اليوم هذا الموضوع جدا مهم، وفي ناس كثير ما عندها هي الثقافه انه اليوم هذا المرض شو خطورته على جسم الانسان، شو هي الاجراءات الوقائيه. خلينا هيك نحكي، حكيت نوعين اليوم دكتور، وقلنا اول نوع هو ما له اعراض، الثاني الاعراض بتشمله اكثر يعني. خلينا نروح للقيمه المخبريه اليوم، يعني اينه اكثر نسبه ممكن يصل الى الانسان. هلا إذا بدنا نحكي كمخبر، هو النوع الثاني من هذا المرض هو الأخطر. مثل ما سمينا نحن بمرض كريات الدم المنجلي. لأنه بتكون نسبة الهيموغلوبين الأس في الدم متواجدة ما بين 95 بين 75 إلى 95، وأحيانا قد لا يوجد هيموغلوبين في الدم أبدا. واختبار التمنجل بيكون إيجابي. فطبعا هو يعني النوع الثاني هو الأخطر. هو الأخطر يعني. إذا بدنا نحتاط أكثر للوقاية. هلا قبل ما نروح للوقايه خلينا نحكي اليوم الشخص اللي عنده هاي الحاله، يعني
شو بيظهر عليه لنقدر يقدر يميز يعني اليوم، وخاصة بين الليلة قالت الدم العادي بتظهر عليه نوبات ألم في المفاصل وفي البطن، مثل ما ذكرنا سابقا في بصير في انسداد بالأوعية الدموية، هذا الانسداد بيقودنا إلى تدمير المفاصل. من بدايته بتبلش هاي الأعراض دكتور؟ إيه من بدايته. والدوخة الصداع نفس فقر الدم العادي مختلف. ممكن موضوع انه تماماً. بالبدايات مو هيك؟ لا لا هذا موضوع مختلف تماما. طيب خلينا قبل ما نروح لطرق الوقاية والعلاج نروح لبعض خلينا نقول الأقاويل الشائعة، ومن وجود حضرتك بدنا نصححها إذا كانت صح أو غلط. يعني يقال إنه أصحاب الدم المنجلي كل 6 شهور بحاجة لنقل دم جديد أو تغيير بشكل نسبي. طبعا بدون نقل دم إجباري كل 6 شهور. كل 6 شهور لهذا مخبريا بيرتفع حديد المصل في الدم بسبب نقل عمليات الدم المتكررة. فأي مصاب فقد دم المنجلي بده عملية نقل دم جزئي أو نقل كريات دم حمراء كل 6 شهور. وكيف بتتم عملية النقل؟ هذا باث يعني أكيد ضمن المشافي، ولكن في محاذير اليوم مفروض ننتبه لها الكادر الطبي أكيد يعني. أكيد. طيب دكتور وقت نحن عم نحكي انه هذا المرض اول مسبب له هو الوراثي، هذا المرض وراثي، طب كيف ممكن انه نتدارك هذا الموضوع؟ يعني انت عم تقول انه الاب والام ممكن انه يجي الطفل معه هذا المرض، كيف شو هي الطرق اللي لازم يعملوها قبل الزواج لحتى هو انهم يعرفوا انه هذا المرض ممكن يصاب الطفل؟ تماما طريقة السليمة هي نحذر من هذا الموضوع الاعتناء بالتحاليل ما قبل الزواج. اليوم بيكشف اليوم دكتور التحاليل قبل الزواج أكيد كل واحدة في قابلية اليوم الطفل يجي عنده هذا المرض؟ لذلك نحن يعني بنهتم بموضوع أنه أهمية التحاليل ما قبل الزواج لنتجنب هاي الكارثة. ولكن هو يعني إذا الأم أو الأب مصابين بالقصة يعني فأكيد القصة ما بدها التحاليل. يعني دكتور خلينا هيك نحكي اليوم بطرق العلاج. اليوم حضرتك مخبري وأكيد عندك لا عن هذا الموضوع. اليوم طبيا كيف يتم معالجة هذا الموضوع؟ طبيا انا فيني اتجنب العوامل المحفزة والمحرضة لنوبات الالم مثل الابتعاد عن الرياضة القاسية او حرارة الشمس او حرارة التجفاف. وعلاجيا اما نقل دم جزئي مثل ما ذكرنا سابقا او نقل كريات دم الحمراء. مسكنات ادوية كذا ممكن تساعد يعني؟ لا ابدا. طيب لا حتى احيانا في اغذيه دكتور ممكن انها تساعد بهذا الشيء؟ لا ما بتوقع. ما لا خلص ما. يعني كانه هي الحاله خاصه يعني علاجها واحد اعراضها واحده اليوم ما في يعني طبيا ما في لا تداخلات دوائيه كحب او كاسبرين مخفف للالم. خلص نحن امام خيار واحد وهو نقل الدم او تغيير الدم. اليوم المريض بده يعيش كل عمره عم ينقل هذا الدم 6 شهور للاسف الشديد. يعني اليوم احنا ما في شيء اسمه عنا حاله شفاء او شيء من هذا لا المرض. لا دكتور بنسمع انه في اشخاص بفصل الربيع او بفصل مثلا زهره الفول، يعني اذا بياكلوا حبه فول ني الحب الفول الاخضر اللي معروف يعني بتقول لك انا دمي بفرط وبحاجه لتغيير دم. اليوم في علاقه بالقصتين؟ هذا المرض يسمى مرض الفوال. مرض الفوال. ما له علاقه بالفوال. من عوز الخمير جي بي 60. طبعا لا يوجد اي رابط بين المرضين وانما نفس الاعراض انه بفرط الدم نفس بحتاج الاعراض بحتاج لتغيير دم كمان تمام بس مو بشكل مستمر. لا طبعا لا. يمكن تصدف مره بالعمر وكمان بس هي حاله مستمره يعني مستمر. انا الشخص اللي عنده هذا الحاله هو كل ما اكل تماما. من اي شيء ممكن يحسس يعمل له هي الحساسيه يحتاج نقل دم نقل دم يعني تماما. اكيد في محاذير بهي القصه أكيد. طيب خلينا نحكي مخبريا اليوم دكتور يعني شو هي خلينا نقول القيم الدمويه خلينا نقول النسب الاصح عند اي شخص فينا يعني النسب الاصح مخبريا انخفاض الخضاب من 6 إلى 9.5 وقد تصل الى 3% وانخفاض سرعه التسفل وارتفاع البيروبين المباشر طبعا والاهم اختبار التمنجل بيكون ايجابي. طيب هيك بنصائح اخيره دكتور اليوم وقائيا يعني شو بتحب تقول؟ تجنب الزواج الحاملي ممارسة هذا المرض لانشاء اسره سليمه. طيب إذا هيك حبينا اليوم نوجه كلمة للأهالي اللي عندهم هيك أطفال ضمن عندهم هي الحالة يعني يحاولوا إنه هيك ينتبهوا أكثر من فترة الولادة ويروحوا للفحوصات الطبية. طبعا
واليوم الطفل بيعامل نفس المعامله دكتور؟ نفس المعامله هي انه يعني تخيلي طفل يعني عم يعاني من هي القصص. بس ذكرت من شوي انه ما له ادويه، معقوله من هو ما له مسكنات في حال اثر على المفاصل او عمل اي الم بالجسم؟ ما في مسكنات انه مسكنات مبدئيه مبدئيه بس ما بتحل ازمه ابدا. العلاج الوحيد هو يا نقل دم نقل دم جزئي او كريات دم حمراء وتجنب طبعا الاشعه الشمس والتجفاف. دائما هيك اجراءات وقائيه ممكن. نحن اليوم ما عم نحكي عن مرض رايحين فيه لحاله الشفاء التام، في عندنا اليوم شغلات وقائيه ممكن نخفف منها الاعراض ونستمر برحله العلاج. بدنا نتمنى السلامه لكل الناس وشكرا دكتور لحضورك ولكل المعلومات اللي ذكرتها. الله يسلمك وتضلوا بخير. اكيد بدنا نتشكرك دكتور، شكرا لحضورك معنا وللمعلومات. شكرا لكم وتضلوا بخير. اكيد نحن